لو عايز تزرع حلبة يبقى لازم تخليك معايا، هنجيب كيس ونملاه شوية رملة زي كده، ونجيب كوباية المطبخ ونجيب شوية حلبة. الحلبة هنحط شوية مية ونسيبها 5 أيام. بعد 5 أيام هنبص نلاقيها جزرت، عملت جزرة اهو. هنجيب علبة بلاستيك ومنديل ونحطها فيها ونغطيها ونسيبها كمان 5 أيام. بعد 20 يوم أجدع حلبة عشان تشرب بمزاج وتريح معدتك. خليك معانا هننقلها للكيس. واحنا بننقلها للكيس خليك معانا، بص اهي ممكن تشيل من المنديل خالص. بص في المنديل، في المنديل في المنديل كل الحلبة. بص مشي في المنديل. بص بص هنروح حاطينها في الكيس، هنرش عليها شوية رملة بسيطة كده، وبعد كده نسيها ونستنى عليها 20 يوم كمان هتكون طرحت. انت لسه لحد دلوقتي مش عايز تعمل لي متابعة؟ حبني وربنا اتحب. الان جمع زراعة الحلبة ومحصول الحلبة اللي احنا زرعناه من 4 شهور. خليكم معانا جمع محصول الحلبة، خليكم مع بعض نتحضر للأخضر. بص اهو بسيطة اهو، دي حلبة عشان لما ها تحتاج تشرب حلبة تبقى موجود. وادي يا عم محصول الحلبة من بذرة واحدة بس زرعناها، هتاخد قد ايه؟ هي دي الحلبة، هو ده الانتاج، هو ده. تحضر للأخضر وازرع وخلي قلبك أخضر وعيش الحياة بطبيعتها وجمالها، واللي يزعلك بلاش منه، وانت أطيب قلب في الدنيا وحبني وربنا بحبك، وبعمل كده عشان بحبك وعشان